الاهلي مع استاد القاهره سواء في التتويج او في المباريات، لكن كل دي محتاجه فقرات كتيره في البرامج. ونادي الداخليه اصحاب الزي اللبني، فالغرباوي في حراسه المرمى، نشوف الهجمه دي الاول. صبري رحيل عامل التكمله، معدي كره خدمته، دخل جوه 18، عايز يلعب العرضيه لبره في التسديده، طلعها 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 وهي رايحه في طريقها للشباك في الدقيقه الثانيه. محمود منصور الباك الشمال يقول لك 12 نقطه و13 يبقى 25 نقطه تتلعب لورا لوحده تماما. التسديده حلوة حلوة حلوة، التسديدة مكانها الشبكة لكن بتمر بجوار القائم اللي دخل ناحية الغرباوي شوية. عبد الله السعيد والهجمات ما زالت أهلوية، ماشي عبد الله لوحده تماما بيغير الاتجاه عايز يسدد تسديدة حلوة. لا الغرباوي الغرباوي النهاردة عليه مجهود كبير وعليه ضغط كبير. ياخدها احمد العمر السلية، مؤمن زكريا عايز يلعبها ناحيه الشمال لوحده عبد الله السعيد، واحد على واحد ممكن يركنها في البعيده. عبد الله على الارض مع باكا، الوان تو حلوه، الله الله حلوه حلوه حلوه، جمله ثلاثيه نقول مين ولا مين ولا مين، نقول السلية ولا مؤمن زكريا ولا عبد الله ولا باكا ولا وليد ازارو اللي بيفك الشفره مره تانية. خلاص شفره ايه الراجل يقول لي شفره ايه يا راجل، ده ثالث هدف ليا في الدوري، ده انا هداف الاهلي في الدوري، سجل في الانتاج هدفين وبيسجل النهارده. لكن حلوه، لكن اللعبه حلوه، الموال من اوله حلو، تتعاد من الاول خالص الجمله بالجماعيه بالحلاوه في الاداء باللمسه الواحده. ادي مؤمن زكريا، عبد الله السعيد هدي على كورته، بص تحرك باكا، بص باكا جاي له ازاي لوحده، اللمسه الواحده، ادي واحده الثانيه الثالثه من عبد الله السعيد، حط يا ازارو، وازارو ما بيكذبش خبر. على نهايه الشوط الاول الاسبوع اللي تسجل فيه نشوف الكرة الأمامية، وادي زيكا التسديدة، الفكرة حلوة، فكرة حلوة من زيكا، حب يحطها كرباج في الزاوية البعيدة للشناوي موجودة، فرص للداخلية موجودة، وادي كرة وترجع لسه الخطورة، لكن في الأخير بتطلع ضربة ركنية، من ضربة ركنية ناحية الشمال لضربة ركنية ناحية اليمين. أزارو مأخر نفسه، عبد الله عايز يلعب البينية عند باكا، لكن يا ولد ترجع تاني الباكا، فرصة يا راجل يا راجل، دي جاية لك من حرير، جاية لك من ذهب، لسه الهجمة مكملة مع الأهلي. توصل عند حسام عاشور على الارض، عمرو السلية بيفكر في التسديده، عمرو التسديده، تاني واحده تاني واحده يا عمرو، ناويها النهارده ناويها عمرو السلية، لكن التسديده بجوار القائم. صافره النهايه من حكم اللقاء محمد فاروق، معلنه نهايه الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي بهدف المغربي وليد ازارو، الهدف الحلو اجمل لقطه في الشوط الاول. اعزائي مشاهدي اون سبورت، شكرا لحسن المتابعه، تحياتي مؤمن حسن، عودة للاستوديو مع الكابتن سيف زاهر ونجوم تحليل اون سبورت. اضعف دفاع نادي الرجاء عنده 20 هدف، استقبل 20 هدف. الجمهور دايما يتابع اخباره حتى بعد ما رحل عن النادي الاهلي، وادي الكوره سبق الشناوي المره دي، لكن هنشوف حكم اللقاء مدي ايه، هل فيها اوفسايد؟ صبري رحيل لعبد الله، يا سلام حلوه الكره السهله توصل لصبري لو اتقن العرضيه، ادي العرضيه لوحده تماما الراسيه، يا راجل يا راجل مؤمن زكريا، يا راجل ده انت توقف وتهدى وتفكر وتركن تعمل كل حاجه في الكوره، لكن استعجل براسيه، حب يحطها بليسنج، وهيطلع وليد ازارو هيكمل باكا. عمرو السلية بيسلم اللمسه واحده، دي الانطلاقه، احمد فتحي مكمل من ناحيه اليمين الانطلاقه، مؤمن زكريا مؤمن زكريا، وادي العرضيه، لكن مين اللي جاي من ورا لقدام؟ مفيش حد مكمل، طويله كوره محمد هاني، نرجع لللايف، هجمه للاهلي، محمد هاني محمد هاني والعرضيه، لكن تعدي تعدي باكا بيحاول يجيبها مره ثانيه، الجنوب افريقي بقوه، لكن في فاول، في فاول على صاحب القميص رقم 32، يلعبها لعمر السلية بيحاول يعدي مع محمد هاني في المكان الفاضي، هاني بيلعب العرضيه، مؤمن زكريا الراسيه حلوه حلوه حلوه، الغرباوي محمود الغرباوي بيتالق براسيه مؤمن زكريا، كان دي راسيه انتقدناها. تتلعب الكره الارضيه، صبري رحيل يسلم مؤمن،
مؤمن عايز يلعب العرضية على القائم القريب. يا سلام على اللمسة يا سعد، يا سلام على اللمسة يا سعد. يقول لك أنا آخر لاعب سجلت، وليد أزارو جاب لازم أسجل. لعيب هداف قلب دفاع، لكن هداف سيرد باك بيعرف يجيب أجوان لما بيتقدم. لكن بص المهارة، بص سعد سمير تلقى انتقادات كتير في الفترة الأخيرة، لكن مؤمن، مؤمن يا سلام على المهارة يا مؤمن. حلوة حلوة حلوة، والتفاهم ما بينه وبطن رجله إيه؟ 10 على 10 من سعد سمير على يمين الغرباوي. حلوة يا سعد، حلوة يا سعد، حطها حلو. لمسة ولا أجدع مهاجم تعمل البند في الأرض، لكن فين في الجول تعمل البند قبل ما توصل لسعد، لكن يحط فيها بطن رجله. الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي، صافرة النهاية من محمد فاروق، وفوز جديد للنادي الأهلي وثلاث نقاط جديدة. الهدفين وليد أزارو في الشوط الأول وسعد سمير في الشوط الثاني. أعزائي مشاهدي أون سبورت، شكرا لحسن المتابعة، تحياتي مؤمن حسن. زي ما استمتعنا باللقاء هنرجع نستمتع بالاستوديو التحليلي مع الكابتن الكبير سيف زاهر ونجوم تحليل أون سبورت.